حتى يكون في ناس مطاولات فاضية جنب الصورة. في بيت الحرام وعرش الشموس حمل لا يضم ربوع الشام بروج العلا تحاكي السماء بعالي السماء ربوع الشام بروج العلا تحاكي السماء بعالي السماء وأرض ذهت بالشموس الوداع سماء لعمرك أو كالسماء. فعالية صوت واحد من أجل انتخابات سورية حرة وديمقراطية، أسعد الله مساءكم. وجودنا اليوم وجمعتنا في هذه اللحظة للمشاركة في القرار للدفاع عن الوطن بصوت واحد من كل مكان داخل وخارج الوطن، مجتمعين في كل أمانات الثوابت الوطنية، متسلحين بثوابتنا الوطنية التي لا يمكن لأي سوري وطني أن ينحياز عنها، مجتمعين لقول كلمة الحق بصوت واحد لنقول للعالم أننا سننتخب رئيسا يقود سوريا لمستقبل أفضل يعتمد على التعددية، وأن سوريا دولة القانون ونحترم جميعا القانون ونساعد أيا كان على احترام القانون لأن في ذلك مستقبل سوريا. سوريا تدخل اليوم عهدا جديدا من الحياة السياسية وبضوء النهار، تدخل الانتخابات الرئاسية والكل مسموح له تحت سقف القانون، فإن عيون العالم بأسره اليوم تتجه إلينا وعلينا أن نثبت للجميع بأننا على قدر المسؤولية وأن إرادة الشعب السوري واحترامه للقانون فوق أي اعتبار، رافضين بشكل تام ونهائي أي تدخل في شؤوننا الخارجية. نحن نرى في أمانة الثوابت الوطنية أن إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده هو أحد رموز السيادة الوطنية، فسوريا تقدم للعالم يوما بعد يوم مثالا عن الصمود والقوة، وواجبنا اليوم أن نقدم للجميع صورة جديدة وجميلة من صور الديمقراطية الحقيقية النابعة من الوطنية وليست الديمقراطية المستوردة من الخارج. سوريا ماضية في استحقاقاتها السياسية الدستورية رغم أنف الحرب والعدوان ورغم أنف التكفير والإرهاب والإرهابيين، شاء من شاء وأبى من أبى، والسوريون دون أدنى شك على الموعد ولن ترهبهم التهديدات ولا التفجيرات ولا قذائف الغدر الهمجية. وبهذه المناسبة أحيي وأنحني تقديرا واحتراما لصمود سوريا شعبا وجيشا وقيادة أمام كل الهجمات العدوانية التكفيرية وعزيمتهم في مواجهة الإرهاب. كما لا ننسى أبدا الجرحى وذوي الشهداء، وألف ألف سلام وتحية لجنود جيشنا البواسل الذين لم يتوانوا في الدفاع عن الوطن، ولن ننسى تضحياتهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل عزة ومجد رفعة سوريا. لذلك أطلب دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة ومن أجل الحرية، وهذا فلقوا إنهم الحقيقة اللي عم يأمر عليهم هو الشيشاني والليبي واللي ما بيعرف حتى عربي، وإجوا على سوريا لحتى يغزوا سوريا من ناحية. من ناحية تانية هن نفسهم كمان لقوا إنه هن مضطهدين في ضمن الصفوف اللي عم يعملوا فيها كمان، فهذا جاء زاد إلى ثورتهم. والناحية الثالثة سماحة القيادة وسماحة الجيش وسماحة الشعب ورغبتهم في المصالحة والغفر والغفران. يعني أنا بدي لكم كنت في سوريا 8 أشهر يعني بالفترة الماضية، بحياتي ما سمعت كلام محبة وتفهم واحتضان بأي بلد ولا من أي إنسان إلا في سوريا، يعني على كل المستويات، على مستوى الراديو والتلفزيون والشعب والشارع، كل الناس كانوا عم يتعاملوا
مع المسلحين على أساس أنه الطرف السوري طبعاً من المسلحين اللي نعتبرهم غرر فيهم، أنه هدول أولادنا وغرر فيهم ونحن لازم نعاملهم مثل الأم اللي بتعامل ابنها العاق، يعني بتسمح له دائماً أنه يرجع إلى حضنها وإلى حضن الوطن. هذه الكرامة وال يعني ما أنا موجودة بالحقيقة في بلاد تانية، أنا فيني أقول موجودة بشعبنا وبسوريا. مرحبا أخي، أهلا فيك. أنت معك هلا جالية قسم من الجالية السورية، نشكرك لوجودك معنا مشان تحكي معنا وتشرح لنا شو رأيك ب الانتخابات الداخلية، الأوضاع رح تصير الموجودة حاليا بسوريا، شو رح يصير بالانتخابات اللي بتجري بسوريا كمندوب كحضرتك كنائب بالعضو هلا. السؤال الآخر، هناك بعض من يقول أنهم ديمقراطيون وقاموا بثورة من أجل الديمقراطية، وهم أيضا يعني قائمون يعني سائرون جدا. قال له لبناني هذه سيارتك جايبة من لبنان؟ قال له نعم. قال له فيك تنفس الدولاب شوي؟ قال له ليش بدي نفس الدولاب شوي؟ قال له بس بدي شم ريحة لبنان. نحن بدنا نشم ريحة سوريا يا أخي، بعضنا بعضنا بعضنا. أنا من كنا بجنيف وراجحين مع واحد معارض من القيادين المعارضين، أنا كان قاعد حد مني وبيكره سوريا تحت جمعان، بس كنت عم شوفه يا أخي والله سوري، وكنت عم شوفه حبيبي. هيدا نحن هيدي القيادة الروحية والقيادة العسكرية والقيادة السياسية مترابطة، بالإضافة للشعب اللي بيحب بعضه وبيحب سوريا. يا أخي أنا إذا وطني راح أنا وين كرامتي؟ وين بقى بدي أروح؟ نحن عملنا اليوم اجتماع او لقاء سوري فينا نقول لصوت واحد، حكينا عن المبادئ تبعتنا لثوابت الوطنيه، نفس الوقت تناقشنا مع مشان الانتخابات اللي جايه. نحن كجاليه عنا اعتراض او عنا تساؤلات لشغلات كثير مهمه، انه موجود بوجود الهويه السوريه اذا فينا ننتخب فيها او لا. للاسف موجود للأسف كان موجود شروط ما فينا نمشي عليها، أنه موجود الباسبور السوري الساري المسعود. نحن ثلاث أرباع المسؤول اللي موجودين هون السوريين للأسف عنا باسبور خالصة مثله، ونحن ناطرها اليوم ناطرة. يعني بالنسبة لنا يوم تاريخي رح يكون، للأسف أنه يوم تاريخي لنا رح يكون أنه ما رح نقدر ننتخب. بتمنى من المسؤولين يسمعونا ويقدروا يحلوا لهالمشكلة تبعتها، أنه ممكن ننتخب عن طريق الهوية السورية على القليلة. نحن مجتمعين اليوم هنا لعدة أسباب. أولا لنؤكد ثوابتنا الوطني، ثانيا لنشعل شمعة تضيء درب شهدائنا الذي أضلوه بعض المغرر بهم وبعض ناكري الجميل وبعض من اختار طريق اعتقد أنه سيوصله إلى طريق الوطن وإنما أدى به إلى أعداء الوطن. أنا هنا كعضو من أمانة الثوابت الوطنية في باريس وكرئيس تجمع المغتربين في أوروبا وأمريكا، أضم صوتي إلى أصواتنا جميعا ونقول بصوت واحد لبيك يا بشار يا حامي الديار، لبينا يا بشار، لأنك أثبتت أمام العالم بأسره أنك حامي الديار وأنك عدو الإرهاب وداعميه، أنك الشوك التي تقف في حلق الاستعمار الجديد. نحن هنا لنؤكد على أننا مجتمعين نطلب من الدكتور بشار الأسد ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام. مساء الخير، اسمي نورة عبيد، أنا مسؤولة عن مكتب الإعلام بالهيئة العامة للثوابت الوطنية.
كان اجتماعنا اليوم كتير كتير مهم بالنسبة للجالية السورية وبالنسبة لأبناء الوطن. أولا نحن على تواصل دائم مع أبناء الوطن لحتى نقول لهم أنه نحن معهم بكل موقف، بالخوف بالرعب بالبسط، وإن شاء الله إن الله راد عن قريب نحتفل سوا بالنصر ومنحيي جيشنا الباسل. اليوم كان اجتماعنا كتير مهم لحتى نقول للعالم كله، مو بس لأهلنا بسوريا، للعالم كله أنه نحن اللي مسؤولين عن مستقبلنا، ونحن اللي منقرر مصيرنا وما حدا بيتدخل فينا. فرح ننتخب بآخر أيار، ب 28 أيار بالنسبة للمغتربين، والسوريين بينتخبوا ب 3 حزيران، وبكل ديمقراطية وبكل حرية، وما حدا بيعطينا دروس ولا منسمح لحدا أنه يعطينا درس أو يتدخل بشؤوننا السورية. فنحن شعب حر، وجيشنا الباسل عم يحرر المناطق اللي ما عادت حرة، ومنشوف حالنا بجيشنا وبشعبنا يلي صامد وبسيادتنا وبقائدنا طبعا.